مرحبا، أنا فهد أبو صلاح وأهلا وسهلا فيكم بتجربة قيادة جديدة. تجربتها لليوم قريبة جدا على قلبي لأنه هي الأودي المفضلة عندي. عم بحكي عن الأودي RS6 أفانت. بدكم تعرفوا يا جماعة أن هذا النوع من السيارات إلى انقراض بالسنوات القادمة، والسبب هو SUV. بوطننا العربي كل 3 سيارات عم تنباع سيارتين دفع رباعي SUV، وبالتالي سيارات السيدان، سيارات الستيشن واجن أو البوكس أو أنتم شو بتسموا هذا النوع من السيارات ببلدكم حطولي بالتعليقات، إلى انقراض بالآونة القادمة. RS6 أنا باعتقادي هني على قمة الستيشن واجن، على قمة هذه الفئة، والسبب حنعرفه بسياق الحلقة. بداية خلينا نتأمل الواجهة الأمامية والصدام الأمامي قديه جميل وشرس. ليذكركم أنه السيارة صح عائلية ولكن فيها نزعة رياضية بحتة 100%. الكربون فايبر متواجد بجميع أنحاء السيارة وهو وحدة من الأوبشن والمواصفات اللي ممكن تطلبوها على RS6. النسخة اللي أمامي بيبلغ قيمتها 580 ألف درهم وفيها أوبشنز بحوالي 50 ألف درهم. بداية ما فينا ما نلاحظ جمال تصميم المصابيح الأمامية، وعلى فكرة السيارة بترحب فيكم مثل ما أنتم شايفين بالفيديو، بس بدكم تضغطوا اللوك والأنلوك. المحرك الموجود على السيارة طبعا محرك جبار حنحكي عنه بسياق الحلقة، ولكن أنا عندي تعليق صغير أنه الشبكة الأمامي صح أنه هو عملاق وكبير ولكن مسكر من هالمناطق هاي، يعني فيك فينتس، وأنا واحد من الأشخاص اللي بكره الفيك فينتس بجدارة. ولكن بشكل عام الأسود وهو كمان أوبشن على الناردو جراي عطينا كونتراست وعطينا تناقض جميل جدا على الأودي RS6. عندي واقفة على تصميم الإطارات المعدنية أو الجنوطة. أولا تصميم جميل جدا، وأنا برأيي الأودي بيصنعوا واحدة من أجمل التصاميم على الجنوطة بالسوق حاليا. ولكن هذه السيارة فيها شغلة جدا مميزة وهي الفرامل الأمامية. عم تتخيلوا يا جماعة أنه المكابح الأمامية متكونين من 10 بيستنز؟ يعني أنا ما بتذكر أي سيارة حاليا بالسوق فيها 10 بيستنز إلا اللامبورغيني أوروس، واللي هي كانت الأكبر على الإطلاق اللي أنا صورتها بحياتي. وبالتالي هذه الفرامل الموجودة على الأودي RS6 وخاصة بقياس 420 ملليمتر فرامل عملاقة جدا، والإطارات المعدنية من قياس 22 بوصة فيكم تطلبوها كمان 21 بوصة، عطينا للسيارة طابع رياضي جدا ولا يختلف أبدا عن السيارات الدفع الرباعي بالقياسات على الرنجات الكبيرة. وانتقلنا للقسم المفضل عندي بلغة التصميم الخارجية للأودي RS6 وهي الواجهة الخلفية. يا جماعة جميلة جدا وشرسة، وعم بتكمل هيدي اللغة اللي اتبعها بالواجهة الأمامية انها سيارة صح عائلية ولكن لها نزعة رياضية. للعلم انه السيارة مزودة ببلاك ابيرنس باكيج، يعني كل القطع الكروم هي بالأسود اللامع مثل ما شايفين الرينجز الخاصين بالأودي. عندكم الـ RS6، على فكرة كلمة RS6 ما انا موجودة كتير بالسيارة، هذا ان دل انه أودي ما بدهم كتير يتباهوا بالسيارة، خلص السيارة هي ستيتمنت بحد ذاتها بتصميمها الخارجي. ما فينا ابدا ما نلاحظ المشتت الهواء الخلفي الضخم على السياره، يعني بتحسوا السياره فعلا رياضيه وعاطيها حتى عرض للسياره، عرض مخيف. للاسف جاي عنا هون الشبك مغلق ومسكر فيك، يعني انا هذا عتبي على اودي بي التصميم السياره الخارجي، للاسف في فتحات فيك. اما فتحات العوادم فهو لي موضوع تاني. شوفوا يا جماعه قد ايه حجمهم، فيني حط بوكسين داخل فتحة العادم. التخزين الخلفية 565 لتر وهي محترمة جدا، والسبب انه معظم الاسيوفيات الهاتشباك او الاسيوفيات الصغار ما بيكون فيهم سعة تخزين مثل الـ RS6 افانت. عنا طبعا الريس كرمال نثبت الاغراض، عنا اماكن تخزين هون، طبعا الاضاءة اللي موجودة بالخلف هذه كمان موجودة بالاودي التانيين، انيقة جدا. جدير بالذكر انه السيارة فيها كمان خاصية الانخفاض والارتفاع، ولكن ما فيكم تغيروها من الخلف لانه اصلا السيارة واطية، ما انتم بحاجة انكم تطوطوها. فيكم تطوى المقاعد الخلفية عن طريق الزر المكبوس هون وتزيدوا سعة التخزين الخلفية. يعني سقطت حجة انه سيارة الستيشن واجن ما فيها سعة تخزين خلفية مثل سيارات SUV. وانتقلنا لتصميم المقصورة الداخلية، بس قبل ما ندردش ونحكي عنها اسمحوا لي انا دورت السيارة والمكيف لانه على حرارة 40 والدنيا رمضان وصيام. مبدئيا كتصميم مقصورة داخلية جميل جدا
عم يتناسق مع لغة التصميم الخارجية للسيارة. بالنسبة لتصميم الستيرينج ويل أو المقود جميل جدا، حبيت كتير الفلات باتم حتى ذكرنا أنه السيارة فيها نزعة رياضية. التعليق الأول على السيارة هو أنه البيدلز صغار بالحجم، ومش بس هيك حتى إذا بتغيروا بتحسوا أنه عم بيضربوا أصابعكم بالإشارات والكبسات الخاصة بالإشارات. بالتالي أنا كنت بتمنى أن يكونوا بيدلز أكبر، ولكن أنا عملت ريسيرش صغير في شركات أفتر ماركت بيصنعوا بيدلز وحتى من مادة الكربون فايبر. أنا نصيحة مني لكم، إذا أنتوا هتشتروا هيك سيارة أول شي بتعملوه بتشتروا الإكستندد بيدلز. ولكن الجديد بتصميم المقود هو الأرس مود. هاي الأرس مود دغري بتاخدكم على نظام القيادة بعالية الأداء. في عندكم نظامين قيادة اوريدي مسيفين بالسيارة، نظام عالي الأداء ولكن بدون اتراكشن كنترول يعني اون والتاني اوف، بالتالي بس تكبسوا هالكبسة والسيارة بتمشي. انا بالسابق حكيت مطولا عن نظام الترفيه والأمان الصوتي من اودي، وطبعا لا غبار عليه، وهو واحد من احسن الانظمة الموجودة بالسوق انا بنظري. ولكن بشكل سريع ومختصر، هو مكون من شاشتين وسطيتين. الشاشة العلوية هي مسؤولة عن نظام النافيكيشن والنظام الأوامر الصوتية والراديو وهالأمور هاي، وطبعا الكاميرا. والشاشة السفلية هي مسؤولة عن نظام التبريد والتهوية والتكييف وهالأمور هاي. نظام جميل جدا، دقيق جدا، والأحلى من هيك تصميمه المدمج بالكونسول الوسطي جميل جدا. وبالحديث عن الكونسول الوسطي، عنا الجير نوب الجديدة عن أودي أنا بحبها كتير، وهي هلأ منتشرة بيه طرازات أودي التانيين. صح بتحسوها غريبة أو حتى ملمسها من الخارج غريب، منه جلد ولا الكنتارة، ولكن مادة جميلة. هون كبسة الستوب ستارت باتوم طبعا موجودة مش على المقود، موجودة على الكونسول الوسطي، وأنا بحب هذا الستايل ما تكون موجودة على المقود. أما بالنسبة للشاشة العلوية فبتلاحظوا كيف اليوزر انترفيس، يعني التفاعل بين السائق وبين أصابعكم والشاشة جميل جدا. أنا اللي لفت لي نظري أنه الكاميرا كمان ملفتة للانتباه جدا، فيها 3D كاميرا و360 على طبيعة الحال، بتشوفوا كل شيء شو عم بيصير، وعالية الجودة حتى بالليل. أما التحكم بالصوت لجانب السائق فهو منفصل عن السائق، من هون بتعلي الصوت وطو، أما إذا بده السائق يعلي الصوت فهو عن طريق المقود. بالنسبة لساعة التخزين الوسطية فهي يعني بسيطة جدا، ولكن عندكم وايرلس تشارجر، فتحتين USB-C، وللأسف ما فيها USB عادية. أنا بعدني بحب أنه يكون في USB عادي، لأنه في كتير من الأجهزة الذكية بعدها بتستخدم نظام USB العادي. ما فينا أبدا ما نلاحظ الكربون فايبر الموجود بكثرة بالسيارة، هذا بسموه الدراي كربون فايبر. يا جماعة المواد المستخدمة بالداخلية مواد فعلا جميلة، يعني ملمسها راقي جدا، التطاريز موجودة بكل محل، البيانو بلاك جاي بطريقة جميلة. وللعلم أنه كلمة الكواترو هاي طبعا أذكركم السيارة أودي كمان بيتم اضاءتها بالليل. كمان عنا على الباب كاربون فايبر، وعنا الالومنيوم الراقي. نظام التحكم بالمرايات كمان بتحسوه هيك ملمسه جميل. طبعا شاشة السائق جميلة جدا، عندكم على الجهة اليسرى حرارة السيارة بتجي عن طريق الانالوج، وعلى اليمين كمان هيك طريقة انالوج، وبالشاشة الوسطية هي ديجيتال. للأسف انه في بس خيارين للشاشة الوسطية، نظام القيادة الرياضي والنظام القيادة العادي. كنت بتمنى يكون في شاشات غير، خاصة انه معروفين اودي بنظام الترفيه والاوامر الصوتية. وانتقلنا للجهة الخلفية للسيارة، ولكن قبل بتحكي شوي عن المفتاح. للأسف المفتاح حسيته انه منه حلو، تصميمه غير جميل. المواد جميلة ولكن كنت بتمنى انه يكون اجمل من هيك كتصميم، خاصة سيارة جميلة جدا. بالنسبة لمكان وضع الاقدام فهو مريح، وضع الرأس مريح جدا. للأسف عندي تعليق صغير، انه اذا بدكم تشوفوا شو عم بيصير بالامام، عنا هذا المقعد كانه بيعملكم بلوك، يعني حاجب للرؤيه، لانه هو كبير وتصميمه هيك شوي رياضي. صح القعده في مريحه، ولكن اذا قعدتوا بالخلف بدكم تضطروا تفوتوا على اليمين هيك او على الشمال هيك لتشوفوا شو عم بيصير بالامام. طبعا عنا ستاره خلفيه وهي اوبشن. مكان التخزين هون كمان كنت بتمنى يجي بالجلود. انا السياره لاني بحبها عن جد عم بعلق هالتعليقات اللي انا انتم عم تسمعوها، ولكن هذه تعليقات مثل ما انتم شايفين صغيره، يعني ما انها تعليقات ميجر، ما انها تعليقات جوهريه بجوهر السياره، ولكن هذه القصص كنت بتمنى انهم يحسنوها او على الاقل بالطرازات القادمه. الكربون فايبر جاي كمان على الابواب الخلفيه مع التطريز مكمل. عندنا كلمه الارس طبعا بالمقاعد الخلفيه، وهذا تفصيل حلو. بالنسبه للارملس الوسطيه فنحن عندنا هون حاملتين اكواب. خلينا نشوف العادي بالوسط اذا مريحه. طبعا بما انه الترانسميشن بوكس او علبه الغيارات جايه بالنص، فحتلاحظوا انه بدكم تحطوا اجر على اليمين واجر على الشمال، وعندكم هيك مطب بالمنطقه هاي. القعده مريحه بالوسط، لكن انا بحس انه يمكن وضع على الاقدام اذا في ثلاث اشخاص بالغين بالخلف حيكون شوي ضيق. التحكم بنظام التهوئه بالخلف منفصل عن الامام، اربع زون طبعا عن طريق الشاشه، وعندنا هون فتحه
مثل الولاعة كمان لشحن الهواتف. بشكل عام القعدة بالخلف مريحة جدا، البانوراميك جميل جدا، حتى إذا بتكون ضوء الأضوية ما في عندكم كبسات أو أزرار، فقط تكبسوا عليها على الضوء بذاته بضوي وبيطفي. فتحات السقف عندنا فتحتين، الفتحة الأمامية فينا نفتحها، الخلفية ما فينا نفتحها ولكن فينا نفتح الستارة وبالتالي فينا نشوف السقف. شو رأيكم نرجع نطلع هلا على الطريق ونشوف هالأداء، لأنه هذا أكثر شيء أنا صراحة محمس عليه. يلا وانتقلنا للقسم الأهم لليوم وهي تجربة الأداء على الطريق. خلينا نحكي شوية أرقام وتفاصيل. السيارة مزودة بمحرك 8 أسطوانات على شكل V 4000 سي سي، عم بيولد يا جماعة 592 حصان و 800 نيوتن متر عزم دوران. هذا معناته 0 ل 100 ب 3.6 ثواني فقط. يا جماعة هذه السيارة كأنها سيارة خارقة بلباس عائلي. اسمع تعليق صغير، انه فيها سوفت ليميتر، يعني اذا انتم واقفين على الاشاره او السياره واقفه بحاله الثبوت حابين تسمعوا صوت على الاكزوست ما فيكم، ما بيطلع عداد السرعه اكثر من 3000 دوره بالدقيقه، فبالتالي ما بتسمعوا زئير المحرك. ولكن يعني الواحد ما بيصدق انه هذه السياره وزنها 2.1 طن يا جماعه، 2100 كيلوغرام. وعلى فكره انا لو وقفت على الاشاره فيها نظام انه بتطفي قبل ما توقف السيارة، انتوا وقفتوا بالسيارة بتطفي السيارة حتى توفر باستهلاك الوقود، ولكن الاودي RS6 فيها نظام انه بتطفي قبل ما توصل على الاشارة. في شغلة بدي نوه عليها انه الهيدز اب ديسبلاي انا برأيي افضل هيدز اب ديسبلاي انا طلع فيه باي سيارة من اللي جربتهم، يعني تخيلوا حتى النافيجيشن فيكم تحطوه على الهيدز اب ديسبلاي، معلومات رهيبة. وبالاضافة السيارة مزودة بفور ويل ستيرنج. يا جماعة هذه بديل جدي للسيارات الدفع رباعي. هل انت عم تسأل نفسك طيب انا اذا بدي اطلع اوف رود بدي اطلع على البر كيف بدي اطلع فيها والسيارة واطية؟ طب خلينا نكون واقعيين هلا ونحكي بصراحة، انت اليوم عندك بنتلي بنتيجا او رولز كولنن او حتى لامبورجيني اوروس عم بتشوفهم بيطلعوا على الطرقات الوعرة او الاوف رود بالنوادر جدا، وبالتالي سقطت حجة انه السيارة هاي لانها مش مرتفعة وبالتالي ما فيها تستبدل الاس يو في. يعني هيدي بديل مثالي للاس يو في، بديل لشخص حابب عن جد يستمتع بقيادة سيارة جدا سريعة واطية على الارض تعطيه احساس السوبر كار ولكن برحابة تساع العائلة وكل هالامور. هيدي الغيارات سرعتهم محترمة لا بأس فيهم، منهم أسرع شيء طبعا، منهم بي دي كي، بالرغم أنه أودي مملوكي من فولكسفاجن، ولكن التورك فيكت التورك كونفرتر ما عندك مشاكل فيه نهائيا، أنا حاسه سموث حلوة. هيدي بين الغيار والغيار بتعطيك هالدفعة، أنا بعدني بحبها على فكرة، بتعطيني هيك متعة بالقيادة. السيارة جميلة جدا، إحساسها رهيب، يعني أنا حاسس حالي قاعد بسيارة فعلا رياضية جدا، ولكن الفرق أنه أنا فيني أحط العائلة معي، فيني أحط الأغراض معي، وبنفس الوقت إذا حبيت جن بثمان سرعات. للصراحة يا جماعة أنا هذه النسخة تحديدا أنا كيف بشتريها بهذا اللون وبهذه المواصفات، ولكن في مواصفتين زيادة أنا إذا أنتم حابين تشتروا هالسيارة حألفت لكم انتباهكم. أول شيء السيارة فيكم تشتروها بكربون سيراميك بريك، صدق أو لا تصدق، وتخفف حوالي 34 كيلوغرام. واما المواصفة الثانية فانتم فيكم تشتروها بسيت بيلتس مضيئين، يعني حتى في تطريز على السيت بيلتس او على حزام الامان. طبعا بنظام الدفع فيكم تبعتوا القوة الحصانية حوالي 75% للعجلات الامامية باقصى حد او 85% للعجلات الخلفية باقصى حد. للاسف ما فيها الدريفت مود مثل المرسيدس والبي ام، ولكن انا ليش بدكم دريفت مود بسيارة مثل هاي، يعني انه انتم وين حتشفتوا فيها والامور. شو رايكم يا جماعة نجرب نتسارع من 0 ل 100؟ وللعلم انه عندكم على شاشة السائق مواصفة فيها تحسب لكم قد ايه السرعة من 0 ل 100، 0 200 وطبعا كوارتر مايل او ربع ميل، يعني هذا كمان دليل اضافي انه السيارة رياضية بامتياز. يلا يا شباب انه هالسيارة فيكم تاخدوها حتى على الحلبة، وللعلم في كتير من الناس بامريكا باوروبا عم بيعدلوا السيارة هاي، عم توصل حتى 800 و900 حصان بتعديلات بسيطة داون بايبس اكزوست واعادة برمجة الكف.
طبعا السيارة مزودة بنظام التبيه من التصادم الامامي، المحافظة على المسار، حتى فيها الانترجن فيول سيستم، يعني بتطفي اربع سلندرات في حال انتم مشيتوا بالزحمة حتى توفروا باستهلاك الوقود. واداء الفرامل يا جماعة كمان جبار، يعني انا ما بعرف شو بدي لكم سلبيات عن السيارة، حكيت لكم السلبيات، وحتى السلبيات هني بسيطة منهم قصص جوهرية مثل ما انا ذكرت. بالتالي السلبية الوحيدة انه السيارة للأسف او هذا النوع من السيارات غير مرغوب فيه بوطننا العربي، نحن عم نفضل السيارات الدفع رباعي لسبب غير مفهوم، ولكن هذا هو بديل. انا برأيي انت اذا عندك القدرة المادية انك تشتري هيك سيارة بنصحك انك تجربها، روح عند اقرب وكيل لك، جرب الاودي ار اس 6 او حتى منافساتها. انا بحب انه نحن نعيد احياء سيارات البوكس او ستيشن او الاستيت حسب ما انت ببلدك. برجع بذكرك حط لنا بالتعليقات انت شو بتسميها ببلدك. ان شاء الله يا رب كون انا اعطيت حق على السيارة، وان شاء الله كون انا فتكم بمعلومات عن السيارة. اي تعليق على الاودي ار اس 6 افانت او اي سيارة انا برد بشكل شخصي على جميع التعليقات. ما تنسونا بالشير والسبسكرايب واللايك اهم شيء لحتى نفعل القناة وحتى يوصلكم اول شيء اول باول كل شيء. والى اللقاء بتجربة قيادة جديدة.